سمعتوها بالأفلام الأمريكية، هذه اسمها ظاهرة فلاب تي. الرجاء ابحثوها، للمهتمين ابحثوا ظاهرة فلاب تي في بعض اللهجات الأمريكية وتكون جدا واضحة. مثلا كلمة الماء water، وكلمة مثلا butter الزبدة، مثلا butter كيف ينطقونها؟ butter water. أنا أشدد للإيضاح بشكل طبيعي، ما هو مشدد لهالدرجة، إنما هي موجودة. فلمحاولة إتقان اللهجة الأمريكية لازم تتقن الفلاب تي، وهو صوت ممزوج، ما هو حرف صريح، ولكن بطئ بشدة في البداية لما تأتي معك طبيعية. مثلا باللهجة البريطانية water، البعض وليس الكل، واللهجة الأمريكية البعض وليس الكل water. إيه، لأن أمريكا وبريطانيا لهجات فيها بحر، ولكن الشائعة نمطيا هي الفلابتي، هذه أمريكية بحتة، عندهم هذه هذه. في ملاحظات أخرى على اللهجات الأمريكية حابين نتكلم عنها، لهجة بوسطن مثلا ولا تكساس، قولوا لي بالتعليقات يا أحبابي.